اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. इस दुरूद पाक की तासीर इतनी सरीउल असर है कि अगर बैठा हुआ आदमी पढ़ेगा तो खड़ा होने से पहले बख्शा जाएगा, अगर सोने से पहले पढ़ेगा तो जागने से पहले बख्शा जाएगा. ये दुरूद शरीफ दलाइलुल खैरात में लिखा हुआ है. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Mola ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Mola ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi. Salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Alhamdulillah munshil khalqi min adami. Alhamdulillah munshil khalqi min ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun sayyadul kawnain wa saqlain. Muhammadun sayyadul kawnain wa saqlain wal fariqain min وَمِنْ أَجَمِ. مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ. مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خير الخلق كلهم. نبيون العمر الناهي فلا أحد. نبيون العمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا ني. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أستغفر الله من قول بلا أمل. أستغفر الله من قول بلا أمل. لقد نصبت به نسلا لذي أقوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
کا خیر الخلق کلہم او الحبیب الذی ترجا شفا احوال مکتا ہے می مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق علیما الوذ به یا اکرم الخلق علیما الوذ به سیوا کا عنده للحادث الامامی مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم ثم رضوان ابی بکر و ان عمر ثم رضوان ابی بکر و ان عمر و ان علی و ان عثمان ذی الکرم مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مدا یا واسع الکرم مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اس درود پاک کی تاثیر اتنی سریع الاثر ہے کہ اگر بیٹھا ہوا آدمی پڑھے گا تو کھڑا ہونے سے پہلے بخشا جائے گا اگر سونے سے پہلے پڑھے گا تو جاگنے سے پہلے بخشا جائے گا یہ درود شریف دلائل الخیرات میں لکھا ہوا ہے